السلام عليكم. يعاني المواطنون من ارتفاع متزايد في أسعار المواد الغذائية، كل هذا وسط أزمة السيولة، إذ تضاعف سعر بعض المواد الغذائية إلى ضعفين وزاد بعضها بشكل كبير، ما أثر سلبا على الوضع المعيشي للمواطن. ليكون سؤالنا الرئيسي في هذه الحلقة: كيف تتعامل مع الارتفاع المضطرد لأسعار المواد الغذائية؟ فلنتابع معا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. من الأزمات الرئيسية التي تمر بالمواطن الليبي هذه الأيام هي أزمة استمرار الارتفاع المضطرد للمواد الغذائية بجميع أنواعها، فمع استمرار تدهور سعر الدينار الليبي أمام العملات الأخرى تأثر سعر المواد الغذائية ليصل إلى مستويات تثير تذمر الناس، فكل شيء في الأسواق تغير سعره. مشاكل كثيرة ونوائب جمة أثقلت كاهل الناس وكانت سببا في استيائهم تذمرهم وبعث القلق في قلوبهم، خاصة أرباب الأسر الذين يعانون ويقاسون مرارة الارتفاع المضطرد لأسعار المواد الغذائية. واقع لا يتغير إلا للأسوأ بحسب المواطنين، حيث أضحى أمرا يؤرقهم لسيما مع تزامنه بأزمات عديدة. ويعزو بعض التجار ارتفاع السلع إلى رفع الدعم السلعي عنها، فيما يقول تجار آخرون إن تدهور سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأخرى هو السبب في ذلك. وفي ظل تفاقم أزمة الوضع المعيشي في ليبيا، تزداد المخاوف من إطالة أمدها وتطور فصولها. لات وآراء تطرح: أين صندوق موازنة الأسعار من ازدياد ارتفاع أسعار المواد الغذائية؟ وإلى أي مستوى سيصل الحال إذا ما استمر سعر المواد الغذائية في ارتفاعه المضطرد؟ كيف سيوفر الناس احتياجاتهم في ظل ارتفاع الأسعار؟ وهل تتوافق القدرة الشرائية للمواطن مع سعر بعض المواد؟ ارتفاع أسعار المواد الغذائية موضوع حلقة اليوم من برنامج رأي عام. للمشاركة في برنامج رأي عام باستطاعتكم التواصل عبر الوسائط الآتية: facebook.com/rayyam، تويتر opinion show، سكايب a.opinion، او على الايميل opinion@annaba.tv. كما يمكنكم المشاركة هاتفيا عبر الارقام التالية: 021-362-03-02، 021-362-03-03، 021-362-03-04، 021-362-03-05. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام في أول حلقة من هذا الأسبوع، حيث خصصناها عن أزمة ارتفاع المواد الغذائية وسط كل هذه الأزمات التي ربما تحدق بالمواطن الليبي. نبدأ النقاش مع المشاركين عبر الاتصال الهاتفي، وأبدأ بك ناجي من مصراتة وأسامة من طرابلس. بك ناجي أولا، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناجي، يعني وسط تزايد ارتفاع المواد الغذائية، ما هو تعليقك؟ والله التعليق يعني شي بنقولك، يعني بالنسبة للوضع يعني وضع مأساوي بالنسبة للمواطن العادي اللي هو اللي ينزل مرتبة بعد 4 أشهر ومرات أكثر. نفس الوقت علاش شنية الحاجة اللي بيلحق عليها؟ بيلحق على الكهرباء، بيلحق على مصاريف الأطفال، علاج لو يمرض له عيل معناه بيصيم الشهر هذا. يعني بصراحة ما في يعني حلول شخصية، يعني كرأي مني يعني الحل الأول إن مش عندك أنت صندوق موازنة وعندك وزير اقتصاد، جيب أنت الدولة تتكفل بالحاجات الأساسية، لأن التعامل اليومي معاه بالنسبة للبيت الليبي يجيبون ودير برنامج أنت محلات أو أسواق سمين زي ما تسمين أو جمعيات، وكل إنسان يأخذ حصة بعيدة عن التجارة ديما اللي نعتبرهم أنهم هم يخونوا في الوطن حاليا. طيب ناجي، كيف تتعامل مع هذا الارتفاع؟ يعني هل تتمكن من شراء احتياجاتك اليومية أم لا؟ بصراحة هكذا، بصراحة لولا العمل الحر ولولا الضغط النفسي والجهد اللي نبذله فيه زيادة عن اللزوم صعب أنك تعيش في الفترة هذه. نعم. إذا أشكرك ناجي من مدينة مصراتة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، وانتقل إلى أسامة من طرابلس. أهلا بك أسامة. تحياتي لك خوي الأصابعي. حياك الله أسامة.
بارك الله فيك. والله فيك بارك الله أسامة. والله يعني صوت المواطن البسيط في طرابلس خاصة بالله، يعني الصوت الوحيد ممكن في الراديو وفي التلفزيون اللي يتقبل فيه آراء المشاهدين. بارك الله فيك. حياك الله أخوي أسامة من طرابلس، حياك الله وشكرا جزيلا لك. أسامة، يعني كيف تتعامل مع استمرار ارتفاع المواد الغذائية وسط الأزمات الأخرى كسيولة والمرتبات وما إلى ذلك؟ نعطيك مثال بسيط. تو أنا واقف جنبي صديقي من عائلة الشوم، يعني عند أبوه يأخذ 700 دينار ويملك، وعندها الله يبارك 10 صغار، يعني قسما بالله العظيم كارثة. مش يعني مع الناس بس عارفة تأكل، ناس بس عارفة تأكل. تخيل في ليبيا، أنا مش من مصر، 100 مليون في ليبيا ما عارفة تأكل. تو حكومة الوفاق خشوا قالوا الأسعار حتنزل، المواد الغذائية حتنزل. يضحك علينا، في رمضان خفضوا قبل يوم الموسم، خفضوا الأسعار شوية بعدين رجعت غلت مرة ثانية. والله الوضع المعيشي بدا صعب. ما نشوفوش الناس أخوي محمد اللي استفادوا من السرقات في الحكومات اللي فاتت، زي حكومة ديدان وغيرها، والسرقات اللي صارت والتقسيم اللي صار للبلاد يعني في ميزانيات. شوف راس الشارع البسيط في بوسليم، في مشروع الهضبة، في غوت شعال، في المناطق هي النائية. نعم. المناطق طيب. اللي مغلوبة على أمرها. طيب والمشكلة ما فيش حل، ما فيش حلول. التجار يقول لك احنا دولار مصرف مركزي ما عادش بيعطينا، والتجار اغلبيتهم حاشا البعض منهم اغلبيتهم خشوا في الربا وفي الحرام، يجيب لك حاويات فاضيات. واليخت في اعتماد ينزل البضاعه في ميناء جربه ويبعد شارع الحدود الشبيه بعد باع مدعومه بالجنيه الليبي. انا نطالب الشعب الليبي يطلع ثوره جياع ضدهم كلهم هم الموجودين. وابراهيم جدران هذا 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 العدو اللدود للليبيين. شوف فيه 100 مليار يا باشا خسائر الدوله الليبيه. وقف النفط لما كان 120 دولار. اذا انت يعني تواجه مشاكل كبيره في قضاء احتياجاتك. والله انا حاليا نفسي مقدم على الزواج يا اخوي نصيبي، يعني حاير الصراحه كيف ندير. كيلو اللحم نسال الله. حقه الطن 200 جرام ب 4.5، سكه الدحي ب 7.5، باكو جبنه فرومي مصريه بزوج جنيه. وين ماشيين بينا اما يا اخوي محمد؟ والله اللي يبوا ثورة جياع هم مش بس صاير الشعب الليبي بعد كم دقيقة حتى بيطلع مظاهرة، خايف هتتأدلج وخايف هكذا وخايف من عملية الرصاص. لكن إذا وقت احنا طالعين سواء تو ولا بعدين، ولا 200 سواء تو ولا بعدين. نعم أشكرك أسامة، شكرا جزيلا لك أسامة من مدينة طرابلس. نأسف لضيق الوقت أسامة حتى نفتح المجال للآخرين، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وأشكر كذلك نازي من مصراتة، أشكركما. وأنتقل إلى صويعي من تيجي والجعفري من العربان. بك صويعي من مدينة تيجي، اهلا بك. وعليكم السلام ورحمه الله. سويعي، يعني ربما حسب ما اعلم بان في مدينه تيجي اسعار المواد الغذائيه اكثر من العاصمه طرابلس، هنالك ارتفاع مضطرد في هذه الاسعار، ولا سيما لديكم هناك اذ المنطقه بعيده على العاصمه. كيف تتدبرون اموركم في وسط هذه الازمه؟ حياك الله سويعي. الجعفري من العربان انت اذا نعم. الجعفري كذلك العربان تواجه مشكله في ارتفاع اسعار المواد الغذائيه اكثر من العاصمه طرابلس، في الوقت الذي تواجه فيه العاصمه طرابلس هذه المشكله، ولكن هنالك اكثر حسب ما اعلم. ما تعليقك على هذا؟ اكثر بصحيح يا اخوي، اكثر بصحيح. هي ارتفاع الاسعار هذا مؤثر على ليبيا كلها الصراحه. ربما حدث تضارب في الاصوات. من معي، الجعفري ام السويعي؟ معك السويعي. معك السويعي. اذا اهلا بك السويعي مجددا، تفضل. بارك الله فيك. تفضل. انا اتكلم فيه، قلت لك انا الاسعار في المنطقه الغربيه راي اكثر من العاصمه، مرتفعه اكثر من العاصمه، بنسب متفاوته طبعا. نعم اعلم ذلك. يا اخوي والله صدق، يعني هم يلعبوا على الوتر الحساس. ترى الشعب متضايق هلبه من الوعود الحكومه المقترحه هذه اللي وعدت بكثير الحق من الاشياء اللي ما قدرتش معناها تنفذها. طيب والله الحي اخوي اسامه اللي تكلم قبل شويه من طرابلس. نعم. والله يتكلم بالثاني هنا ويتكلم. نعم قد قال كلام يعني ربما هنالك يتضمن معلومات كثيره. معناها وضح الصوره بشكل ممتاز الصراحه. نعم. بارك الله فيك. فيك بارك الله سويعي، شكرا جزيلا لك سويعي من تيجي. انتقل الى الجعفري، اعود اليك جعفري من العربان، اهلا بك. وعليكم ورحمه الله وبركاته. الجعفري كيف حالك؟ الجعفري من العربان اذا معي. نعم نعم. الجعفري عذرا على قطع الخط عليك، ولكن حدث تداخل في الاصوات، لا ضير في ذلك طالما انك موجود. تحدث السويعي من تيجي وسمعت الى كلامه، ماذا تقول للسويعي من تيجي؟ اكيد المواطن في سواء في العربان او في اي منطقه ثانيه اللي معتمد على المرتب يعني من الدوله يعني يعاني الان في معاناه لا يعلمها الله.
وخاصه المناطق المهجره. اكيد احنا كشخصيا انا موظف شركه النظافه للخدمات يعني لي خلينا 5 شهور بين المرتبات وهذا السادس. طيب كيف تتدبر امورك؟ يعني هل تعمل عمل حر ام ماذا؟ والله بعض المواد اللي يعطون فينا بالديت بالحق بارك الله فيهم، وبعدين مرة نحصل نحولوا لهم بشيكات هيك يساعدوا فينا بارك الله فيهم. لكن اغلبيه المواطنين يعني يديروا خبز في التنور يعني يحاولوا كيف يمشوا امورهم. كذلك نعانوا في المي، احنا لنا 30 سنه ولا 35 سنه نشرب بوطي مية من 70 الى 100. يعني نعانوا في المي حدية، الناس معتمده على المرتبات فقط، الدوله سواء السابقه او تو ما نظروا الناس اي نظره، الطرق ليست معبده، الكهرباء بالهون، يعني تبي الحق نعانوا في معاناه، تبي الحق احنا جماعه الارياف هذه المناطق اللي ما فيهاش قله، ما فيش حتى مصرف ممكن، يعني مدارس، يعني في امور خدمات ناقصه هلبة تبي الحق، والمليارات اخذها الجماعه. نسال الله الفرج القريب يا جعفري من العربان. أشكرك جعفري من العربان وكذلك صويعي من تيجي، وأسأل الله الفرج القريب على كل هذه الأمة الإسلامية. وأنتقل إلى عبد الله من مدينة غريان وسامي من طرابلس. بك عبد الله أولا، أهلا بك. إذا سامي من مصراتة، عبد الله بك، أهلا بك. محمد أهلا عبد الله، مبارك إن شاء الله. موضوع الحلقة شنو؟ نتحدث عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والذي بات معضلة تواجه لا سيما أرباب الأسر. يودي إن شاء الله ربي يفرج علينا وخلاص. نسأل الله الفرج القريب، ولكن كيف تتدبر علينا أمورك وسط هذه الأزمة؟ والله متوكلين على الله وخلاص، ماشي الأمور إن شاء الله. والله شكر موجه للمحلات يعني المواد الغذائية، والله مقدرين الناس وإن شاء الله خير وخلاص. طيب لا تمسيح هذا متاعين الجملة هذا ومتاعين الاعتمادات، يعني مش قبل رمضان قالوا فيه مش عارف اعطيهم قداش، وعلى سعر المصرف نبي وين اللي قبل رمضان هذا وين مشي هو، بس نبي الليبيين البرنامج هو مضروبين باصا واحدة، كنا نزل الدولار للناس زعلان، والعائلة هذيك نزلها للناس في المصرف اعطيني دولار اضربهم اضرب السوق بالدولار، طلع الدولار لمن تدس فيه بعد وصلت السيوله، السيوله بتاع ما نحصلش فلوسي معاشي ما نحصلش بالمصرف معاش معاش، نزل لي الدولار ليش تعطيني للناس هذه صغارهم يضربوا برا امورهم تمام والثانيين يموتوا لا باس، ليش تبنى الدوره؟ اذا اشكرك عبد الله من غريان، شكرا جزيلا لك عبد الله من مدينه غريان. وانتقل الى مصراتة ومعي سامي من هناك، اهلا بك سامي. مرحبا، حياك الله يا سامي. سامي يعني ارتفاع اسعار المواد الغذائيه وسط هذا الارتفاع ووسط يعني نقص او انعدام السيوله، كيف تتدبر امورك؟ اولا استاذ محمد، وايضا تحيه خاصه لك انت ولقناه النبأ الموقره، حياك الله، قناه كل الثوار والاحرار في ليبيا، حياك الله. ثانيا هذا اللي صاير توا حاليا الله غالب، يعني واحد يأقلم نفسه، هي مؤامره طبعا المواطن البسيط، يبوا يحاربوا المواطن البسيط في قوتها اليومي. مش يرضى باي حكومه يعني من الاخير تجي حتى لو كانت اشد منها. يعني ترى بان هذه الازمه مفتعله؟ لا رسمي مفتعله طبعا، هي مفتعله حتى بين الجدران وبين الحكومه، لكن للاسف هؤلاء الحمقى ما يعلموش ان زي ما قالها المقبور قبل، الشعب المسلح غير قابل للهزيمه، وان الكبت سيولد الانفجار. وان يوما ما انا نقول لك يا استاذ يا اخوي محمد حتطلع الجموع الغفيره وبسلاحها وحتزحف عليهم. إذا أشكرك أخي سامي من مصراتة وعبد الله من غريان، أشكركما أنتما الاثنان. مشاهدين هذه الحلقة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في حلقة اليوم والتي تتحدث عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والذي بات معضلة تواجه المواطنين. أعود إلى المشاركين عبر الاتصال الهاتفي، معي مسعود من كباو، نور الدين من طرابلس، عبد الله من طرابلس. بك مسعود أولا، أهلا بك. أهلا وسهلا بك يا أخوي، شن حالك؟ حياك الله مسعود. أنت ربما هناك في جبل نفوسة في كباو، هذه المنطقة تبعد على العاصمة مسافة لا بأس بها، هل تعانون يعني من نقص ربما مواد غذائية؟ المعاناة
المعاناه هي مش في النقص مواد غذائيه، المعاناه في غلاء الاسعار بصفه عامه. الاسعار في ليبيا بصفه عامه تشى فيها النار. المشكله ما عاد واحد فهم وين هي المشكله، المشكله تو زي الاعتمادات اللي عاطينهم قبل رمضان، وينهم؟ انا وينهم الاعتمادات اللي عاطينهم صار فيها مليارات في وقت ما في سيوله، وينهم الاعتمادات؟ وعود في التلفاز غير يغطوا على الشعب الليبي ماشيين. ثاني حاجه سبب المشكله اللي صارت في ليبيا اول حاجه هي من انفسنا، ان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا بانفسهم. ثاني حاجه هذا اللي قاعد في المول نقطيه جدران، هذا سبب سكر النفط ركب الدولار، وفي الاخير مكافاه اعطوه حصه 40 مليون دولار كدفعوا له وما زال بيكافوه. على شنو يتكافوه؟ هو راجل خلف، راجل سكر، راجل جوع الشعب الليبي بجرطه، وتو في الاخير مكافاه. ثالث حاجه ربي يهديهم خطنا في الشرق. طيب. 24 ساعه مسعود مسعود كيف تتدبر امورك وسط هذه الازمه؟ والله انا سبحان الله الواحد يتوكل على ربي يسخلها. اي واحد هو كل مره تتسكر لك ما عادش تفهمها، هي مرات كسيوله ما عادش تحصل، كمواد معيشيه غاليه، كمرتبات مش نازله، كخدمه ما فيش. يعني الحمد لله على كل حال ربك واحد. الحمد لله على كل حال. شكرا لك مسعود من مدينة كباء، ونسأل الله الفرج القريب. إلى نور الدين من طرابلس، أهلا بك يا نور الدين. يا أهلا وسهلا. حياك الله. أخوي محمد شنحالك؟ الحمد لله، كيف أنت؟ الحمد لله. نور الدين، يعني كيف توفر حاجياتك وسط أزمة ارتفاع المواد الغذائية؟ والله إلا صعب صعب صعب، يعني نعيش في فترة يعني صراحة لكن كلمة بنقولها إن إحنا هنعيش رغم أنف كل التجار الكبار هذولا. نعم. طيب بس حاجه واحده انا نبيها، الاعتمادات والفلوس اللي انصرفت ليش ما تحكموش الناس نتاعها؟ الحاويات الفاضيه ضحكوا على الناس وجابوا لنا حاويات فاضيه. يعني وين المسؤولين؟ وين الناس؟ كيف بس كيف تو تصرف فيا؟ كيف تدير؟ كيف عايز؟ عايز زي الناس بالسيف علي انا راجل كبير ومش عارف كيف ندير. جيبوا لنا الناس اللي خدوه الاعتمادات والفلوس هذوم. الو تفضل تفضل. ايه الناس تفضل. اللي خدوه المليارات هذوم وضحكوا علينا وجابوا حاويات فاضيه، يا ناس وينهم هذونا؟ جيبوهم لنا نحاكموهم. نعم، اذا اشكرك. مع انه ايش عندي ما نقول يا اخوي محمد؟ والله ما ساعه عجيبه. نسأل الله الفرج نور الدين. شكرا لك نور الدين من طرابلس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وأشكر كذلك مسعود من كباو. أشكركما وأنتقل إلى عبد الله من طرابلس أيضا. أهلا بك عبد الله. عبد الله أهلا بك. إذا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله قبلك نور الدين قال بأنه مش عارف كيف يدير وسط هذه الأزمة، كيف تعلق على ذلك؟ اخي منظومه الفساد في مصرف ليبيا المركزي والاعتمادات اللي صرفت بغير حقها، اعتمادات بالملايين وما في شيء في البلاد، ما في شيء، يعني ما فيش نزول في الاسعار، ما في شيء، في كل شيء يعني زياده. منظومه الفساد في مصرف ليبيا المركزي. اذا فانت تتهم مصرف ليبيا المركزي؟ اتهم اي نعم، في نسبة كبيرة فاسدين في مصرف ليبيا المركزي، طلعوا في اعتمادات كبيرة، ويجي الشركات البسيطة اللي هي اعتماداتها ما تساوي شيء، والناس اللي تاخذ في اعتمادات بأرقام كبيرة هم اللي يحاسبوا فيها، هم اللي ما فيش من يحاسب فيهم، وقاعدة تطلع لهم اعتمادات لحديث الآن. نعم، إذا أشكرك عبد الله من مدينة طرابلس، شكرا لك على هذه المداخلة، أشكرك أنت ومسعود ونور الدين، أشكركم كلكم مشاهدينا. نشاهد هذا الاستطلاع من العاصمة طرابلس بخصوص ارتفاع المواد الغذائية. ارتفاع هذا جاي سريع ومفاجئ، وارتفاع مش نسبة بسيطة، نسبة كبيرة جاي. نتفاجئ أن الطن في يوم وليلة صار من 4 دينار وما فوق. باكل علبة الجبنة من جنيه ونص وطالع، اللي كانت ب50 و75، ولما تجي تناقش يقول لك والله الارتفاع هذا بسبب الدولار. الناس كلها تعبه والسوق فوق فوق الريح، لكن اللي مطلوب معناها تسهيلات، لما سهلوا الموردين، لما يكثر الخير موجود، انت تورد وانت تورد وانت تورد، هم يتناقصوا في بعض المزايدات. انا نورد ب 10 قروش نربح 5 قروش نبيع، هذا ما يبيش هو درجه زي ما تقول بيربح بربع، صاحب ال 10 بيربح اكثر منه. بصراحه بديت نقلل في كل شيء، يعني حتى الصغار الصغيرين بدينا ننقصوا له في كل شيء،
وبذلك هذا يعود عليهم ان شاء الله بالسوء بذلك، لان لما تنقص عليه مثلا الياغورت والزبادي مثلا والحليب وتنقص عليه المواد الجبن مثلا ولا حاجه، وهذا يؤثر في صحه العيل الصغير. وبذلك انا ارى ان هذه هي طريقتي تو، نحاول نقلل اقدر الامكان، يعني ما عادش نشري شيء. اذا الناس مستائين اشد الاستياء من ارتفاع اسعار المواد الغذائيه، وهنالك من يتهم مصرف ليبيا المركزي، وهنالك من يتهم الجدران، وهنالك من يحمل مسؤوليه المجلس الرئاسي المقترح، وكل يحمل المسؤوليه لهذه الجهات، والازمه مستمره، وهنالك من يحمل المسؤوليه للتجار ضعفاء الانفس الذين اخذوا اعتمادات مستنديه واخفضوا سعر المواد الغذائيه يوم واحد فقط، والشعب لا يزال يعاني. اعود الى المشاركين عبر الاتصال الهاتفي. معي احمد من بنغازي وميلود من زواره. بك اولا احمد من بنغازي، اهلا بك. اهلا بك، مرحبا، حياك الله. احمد، يعني ربما شاهدت هذا الاستطلاع، كيف تعلق عليه؟ والله بالنسبه للاسعار غاليه تفكر والكلاب موجهه للتجار يخافوا ربهم شويه، لكن الاعتمادات مفتوحه، ياخذوا بسعر الدولار ب 160، ياخذوا الدولار بسعر 160 والبضاعه نفس ما هي اسعار غاليه كلها. طيب كيف تتدبر امورك يعني وسط هذه الازمه؟ هل تمكنت من شراء كل احتياجاتك اليوميه؟ والله الحياه صعبه هي، الحمد لله في الحال يعني سيولة مثل الحمد لله وصار زايدة لجميع النواحي يعني. والسبب كله قصة أمرين جدران، هذا هو اللي إذا فأنت تتفق مع من وجه أصابع الاتهام لجدران. أشكرك إذا أحمد من مدينة بنغازي، وانتقل إلى ميلود من زوارة من الشرق إلى الغرب. بك ميلود، أهلا بك. أهلا وسهلا شيخ محمد، شو حالك؟ أهلا وسهلا وحياك الله يا ميلود. ميلود، يعني لمن تحمل المسؤولية في ارتفاع المواد الغذائية؟ والله يا شيخ محمد واضحة العملية، ما في حد ما يعرفهاش. لمن؟ عندك جهتين بس. هما؟ في البداية المؤتمر الوطني. بكل أمانة، والله يعرفوا أرواحهم وحسب الله ونعم الوكيل فيهم. والعملية الثانية مدير مصرف ليبيا المركزي، أنا ديما مصر على مدير مصرف ليبيا المركزي. ليش؟ لسببين اثنين، أيام المؤتمر كانت في حكومة، وكان في حكومة واحدة ومؤتمر واحد. ويعني زي ما تقول كانوا ماهوش معدلين على الناس البسطاء الغلابة. انا نكلم فيك صاحب 5 صغار وعايش على البحر، تو عندي 20 سنة عايش على البحر، ما عنديش مرتب. يعني انت صاحب 5 اطفال وليس لديك مرتب، معنى هذا بانك تواجه صعوبة في شراء احتياجاتك اليومية. معلش يا محمد، عدد الطبقة الموجودين عندي انا مسؤول عليه الكلام بتاعي 135 ألف بني آدم بأسرهم، تخيل الرقم هو. بيسمعوا فيا الليبيين كله وما هوش معدلين، الحكومة هي اللي جت توا، يجب أنها تاخذ قرار حاسم نتاع جامني ونجاملك، زي توا لليوم يزل لي في القرارات يقول لي حبس اللي يخشني في جسمه، صلوا بالكارثة والبلوى، هو حفتر في ليبيا. سبب البلوى، بلوة ليبيا هي حفتر، ينحوا حفتر تمدي ليبيا، تمدي مشاكل ليبيا. حتى جدران منه، هذا تحت الحكومة. نعم. إذا أشكرك ميلود من مدينة زوارة، وكذلك أحمد من بنغازي أشكركما، وأنتقل إلى ياسر من مدينة طبرق. أهلا بك ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أستاذ محمد. أهلا بك ياسر. يعني المواد الغذائية في ارتفاع متزايد، كيف تعلق على ذلك؟ والله بالنسبة للأسعار كل يوم في الزايد، عرفت؟ ما نحمل المسؤولية الجهتين. اولا الميليشيات جدران اللي متحكمه في البترول، عرفت، في الدرجه الاولى. والثانيا نحملها الميليشيات اللي في طرابلس، خاصه اللي عند مصرف ليبيا المركزي، هم اللي متحملين المسؤوليه بالدرجه الاولى، لان هم اللي متحكمين في طرابلس. طرابلس العاصمه، عاصمه ليبيا، واغلبيه التجار يتعاملوا مع الميليشيات، وايضا يتعاملوا مع السوق. نعم. اذا اشكرك ياسر من مدينه طبرق، شكرا لك على هذه المشاركه، وانتقل الى امل من مدينه مصراتة. اهلا بك امل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتنا ليك وتحياتنا لكل المستمعين، ويا ربي ارحم شهدائنا واشفي جرحانا وانصر شبابنا يا ربي في سرت وبنغازي ان شاء الله.
بداية أستاذ محمد أنا تعليق بسيط أو شيء اللي بيطلعنا بيقولنا الحكومة ما بيعطوها الشرعية، فأنا نقول بأي مالة شرعية جابت التدخل الأمريكي والضربات الأمريكية هذه الأولى. وبالنسبة لإغلاق النفط أعتقد ليس ليها كما نقولوا ما عندهاش سبب، لأن الديوان المحاسبة المواد الغذائية على المواد الغذائية وعلى قصدي كل مصيف في ليبيا، لأن ديوان المحاسبة تو في شهر رمضان طلع أن المصرف المركزي صرف للتجار يقارب المليون دينار. فأنا نقول هو المشكلة في ضمير التاجر، يعني إحنا لما نأخذ المنتوج نلقوا في قداش سعر فوق يعني في نفس الوقت، يعني المصرف المركزي هو الأول. وبعدين الحاجة الأخيرة وأخيرة ما حنختم بها، نأسف إحنا ما نقدروش للأسف، حتى الأخوة كلهم اللي كانوا قبلي إحنا نحن نخاف أن نستطيع التظاهر، والدليل اللي التظاهر اللي يطلع يوم الجمعة نحن نخاف، لكن أنا نقول للتجار هدوما والناس هدوما يعني اسرقوا وخنبوا وديروا اللي تبوه، حتى عيشوا 60 ولا 70 وتم قولوا 100 سنة، لكن في الأخير يوم عندكم يوم والله 6 مليون حيتشبتوا برقابكم يوم القيامة. نعم أشكرك الله ونعم الوكيل الساد فيكم. أشكرك إذا أمل من مدينة مصراتة، شكرا لك على هذه المشاركة. ومعي عبد المنعم من بنغازي وعبد الحكيم من طرابلس. اهلا بك عبد المنعم من بنغازي، مرحبا. مرحبتين اخوي، شنو امورك؟ اهلا بك عبد المنعم. يعني ارتفاع المواد الغذائيه امر يؤرق الجميع، كيف تعلق على ذلك؟ بالتاكيد اكيد هذه جميع الحاجه جميع الحاليه طبعا الاسعار انت عارف من اول اسباب البترول، عرفتي؟ وهذه واحد من اسباب البترول مع سرعتنا كيف سكر مره جماعة مصراتي صالحوا في جدران، مرة يتحاربوا مع جدران وما عادش فهمنا القصة كيف. أول شيء لما أعطيك معلومة يا أخويا معلش، يعني لو تحرر بنغازي إن شاء الله قريب من الدواعش، وأختي تو قالت تنسى الثوار، 200 ثوار مشاهدين تحرر بنغازي بإذن الله حتهدى الأمور. طيب خلال هذه الحرب التي الآن تدور في بنغازي هنالك ارتفاع في المواد الغذائية، أليس كذلك؟ بالتأكيد. كيف تتدبر أمورك وسط هذا الارتفاع؟ لا والله في بنغازي تقدر تقول نفس طرابلس، السيوله ناقصه شويه ولكن اموره تمام، لكن تنتهي الحرب ان شاء الله في 3 أيام 4 أيام نقضي على باقي الدواعش في اخر معقل، في الدواعش في اخر معقل حنقضوا عليه باذن الله، حتى هنا بنغازي حنتفاهموا مع الغرب بخصوص مصراته فقط. اذا ان شاء الله خير. شكرا لك عبد المنعم من بنغازي على هذه المشاركه، ونحترم كل الاراء. وننتقل الى عبد الحكيم من طرابلس. اهلا بك عبد الحكيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الحكيم أنت رب أسرة صاحب عائلة أليس كذلك؟ نعم كل ما حمد. طيب عبد الحكيم كيف تتدبر متطلبات هذه العائلة وسط هذه الأزمة؟ أول حاجة أخوي محمد نهنيك ونهني جميع الزملاء معك حياك الله وكل المشاهدين الطيبين في ربوع ليبيا، وترحموا دائما على شهادتهم 17 فبراير والشفاء دائما للجرحى والثبات دائما للمخلصين لله. الى المواد الغذائيه عبد الحكيم. المواد الغذائيه اخي محمد كلمتين خفاف من ضغط. احنا المشكله وين هي؟ انت لازم تبحث على شنو اللب الموضوع. اللب الموضوع احنا قعدنا نتضارب زي الصغار الصغيرين يتعاركوا على الحنه. المشكلة اللي حافة توا في ليبيا يا أخي محمد كلها من مجرم حفصة أولا وآخرا، لأن احنا يا أخي محمد كل ما تجي حكومة من ضمنها زيدان هذا اللي توا في ألمانيا العبد في فلوس الليبيين 71 مليار. أنا قلت لهم في المداخلات السابقة اللي ماتها هو كان في طرابلس، قلت لهم لو كان 71 مليار أعطيت الكتيب عائلة مليون لكانت الامور الليبيين مستريحه، ما كانتش التضارب السياسي هذه اللي توا حد الان. هم يبغوا يطيحوا مش ان هو الجوع ما جوع وثوره جوع وثوره. نعم اذا اشكرك عبد الحكيم، شكرا لك، وصلت الفكره عبد الحكيم. وكذلك اشكر عبد المنعم من بنغازي، اشكركما انتما الاثنان. ونواصل مشاهدينا هذه الحلقه بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وموضوع اليوم أزمة ارتفاع المواد الغذائية المتزايد. سنواصل مع المشاركين عبر الاتصال، ولكن بعد أن نشاهد هذا الاستطلاع من مدينة القلعة. والله غالب وخلاص حاجة ضرورية هذه بناخذوها بالسيف رغم أنها غالية
والله ان شاء الله خير، هي ارتفعت هلبه وان شاء الله خير وخلاص. شو بنقول هاي الحمد لله على كل حال. صعبه؟ لا صعبه، لا صعبه صعبه هلبه. اللي صاحب عائله هذا بدا مشكله صعبه، بدا المعيشه صعبه، المواد الغذائيه كلها غاليه كلها. اكيد زادت عن قبل اسعار المواد الغذائيه وزادت اكثر من اللازم باغلاء الدولار والبضائع المصدره من برا غير مدعومه من برا. بالنسبه للاسعار تعتبر مش في المتناول يعني لاي اللي يعني اللي معيشتهم متوسطه ما يقدروش خلاص يعني بيوصل لمرحله ان ممكن الجوع يعني دخل. اول حاجه ما فيش، السيوله معدومه والاسعار يوميا في الزياده. اذا فاسعار المواد الغذائيه ليست في متناول الجميع وليست في متناول ارباب الاسر، هكذا قال واجمع اهالي ربما بعض اهالي مدينه القلعه في هذا الاستطلاع الذي عرضناه عليكم الان. اعود الى مشاركينا عبر الاتصال الهاتفي، معي احمد ومحمود ومفتاح، الاول من بنغازي والثاني من طرابلس والثالث من مدينه بنغازي. بك احمد اولا، اهلا بك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا احمد. يعني هنالك من قال في هذا الاستطلاع بان الموضوع غير متاح للجميع، بانه ليس متاح لارباب الاسر توفير احتياجات أبنائهم في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ذلك لشح السيولة وانخفاض الدخل والذي لا يتلائم مع أسعار المواد الغذائية، كيف تعلق على ذلك؟ يا أخوي محمد، أول حاجة نقول لك على شيء أن موضوع السيولة موضوع الغذائية، الغذائية دعنا في المواد الغذائية، مواد غذائية تبع السيولة يا أخوي محمد. أنت بتخش أول وقت تأخذ حاجاتك من محلات ضروري من سيولة، ما فيش سيولة ما فيش حاجات مع الغراض اللي قاعد. وثاني حاجة نقول لك الدولار، يقول لك الدولار غالي، تجي معاه تو عندنا في بنغازي الدولار غالي، الدولار راقي، الدولار مش عارف شنو. موضوع الدولار فيه اعتمادات على حساب الدولة، يعطون فيه أسعار من جنيه و40 قرش، يعطوا فيه أنهم يجيبوا بضائع على حساب السعر اللي عندك، فهمتني ولا لا؟ ولكن رغم كل هذا البضائع غالية الثمن، ما السر في ذلك؟ السر في ذلك هم التجار هناك ويقول لك هناك دواعش المال، هم هم دواعش المال مضبوط. هذا من عندك ياخذ بجنيه و40 اعتمادات من المصرفي المركزي ويحاسب بيع التجار المحليين ويبيع لك عليه 5 جنيه، يعمل لك حاسب 5 جنيه الدولار. إذا أنت تحمل مسؤولية لضعفاء الأنفس من التجار. أشكرك أحمد من بنغازي وانتقل إلى محمود. تفضل تفضل تفضل، لك المجال. حاجة نقول لك حاجة، نحن قاعدين في بنغازي حاليا، تقول لك السيولة منتهية ووضع متدهور والجو مش عارف، قاعدين تو فقط دولة جاء دقيق يحكوا لي جاء، لكن دقيق جاء يا أخوي، لكن تحت منها مواضيع سود نود من لوطة، يعني مش نقول لك يعني. فهمتني ولا؟ يعني كيف ما يبربوا مليارات يحطوا لنا في الخارج والشعب قاطع الشر، هذه مش معمره مصارف يلا. نعم وصلت الفكره أحمد. شكرا لك احمد من بنغازي على كل حال على هذه المشاركه. انتقل الى محمود من طرابلس، اهلا بك محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك محمود. مساء الخير استاذ محمد. كيف تتدبر احوالك في ظل ارتفاع المواد الغذائيه؟ والله حالي حال الليبيين ونحمد الله على كل حال. اخي العزيز اترحم على كل شهداء عمليه البنيان المرصوص، وربنا ان شاء الله يشفي جميع الجرحى ويثبت جميع الابطال لشاوس في جميع المحاور. اخي محمد، اسباب المشاكل هذه تشوفها في ليبيا كلها بصفه عامه، يعني نتكلموا بصفه عامه، غلاء معيشه، ما في سيوله، يعني عده مشاكل اسبابها تجار الحروب. تجار الحروب على راسهم عقيله صالح الشباب النحس هذا، وبعدين نمشي للمجرم الحرب. محمود نحن لا نريد الاساءه لاشخاص. نعم محمود محمود جدا، نحن لا نسمح بالاساءه الى اشخاص يعني، ولكن نعم. اكمل رايك على كل حال ونعتذر للمشاهدين. يا اخي اسباب حروب يا اخي محمد، الحروب نرجع دائما تجار الحروب، ما دام في حرب ما فيش استقرار، يعني في وضع مزري، وبعدين بنقول كلام بيقولوا الدواعش الدواعش ينقسموا لثلاثة يا أخي محمد. في دواعش اللي زي اللي موجودين الحنين في سرت، وإن شاء الله نقضوا عليهم بعون الله سبحانه وتعالى. في دواعش المال العام وعلى رأسهم الموجودين في مصرف ليبيا المركزي. في دواعش الأعلام، هادو أخطر حتى من الدواعش اللي في سرت.
نعم، إذا نشكرك محمود من طرابلس. سبحانه وتعالى ب 17 فبراير جديدة. بحمد الله. شكرا لك محمود من مدينة طرابلس. أشكرك وأشكر أحمد من بنغازي وأنتقل إلى مفتاح من بنغازي أيضا. أهلا بك مفتاح. أهلا وسهلا، مرحبا أستاذ محمد. حياك الله يا مفتاح. أولا أنا أعتذر لك على آخر حلقة قدمتها ولما كنت أقصد أي شيء لك يعني أو لقناتك. أهلا بك في كل وقت وحين يا مفتاح. يا أستاذ محمد، أسباب ارتفاع الأسعار اللي يرجع للإخوان المسلمين المتمثلة في إبراهيم الجدران لأنه يتبع الليبيين المقاتلين اللي مش عارفين الليبيين. الأخرى يا أستاذ محمد بالنسبة للمنطقة الشرقية، نحكي لك عن المنطقة الشرقية. وفرت السلع التموينية اللي هي متمثلة في الرز والزيت والدقيق والطماطم الفترة في شهر رمضان، حقيقة كان لها دور كبير على الأسر الليبية بأسعار. ولكن الآن سعر كيلو السكر بثلاثة دنانير ونصف، أليس كذلك؟ الآن كنت في اتصال مع أحد موظفي في صندوق موازنة الأسعار قبل أن أكلمك، قال السلعة جاية ومتوفرة إن شاء الله عن طريق الجمعيات، يعني ولله الحمد نشكرهم عليهم عقب الليبيا كلها إن شاء الله. طيب مفتاح، نعم، الآن أسعار المواد الغذائية في بنغازي هل هي مرتفعة أم منخفضة؟ لا مرتفعة يا سيدي. كيف تتدبر أحوالك في هذا الارتفاع؟ والله يا ريت يفرج الله، والله يفرج الله، وإن شاء الله خلال 48 ساعة حينتصر الجيش بنغازي كله مرتمل إن شاء الله. إذن فتربط كل شيء بالجيش. أشكرك إذن مفتاح من بنغازي وكذلك محمود من طرابلس وأحمد من بنغازي، أشكركم جميعا وأحترم آراءكم جميعا ونعتذر عن أي إساءة مشاهدينا الكرام، هذا البرنامج لكم لإيصال أصواتكم أنتم، لا صوتي أنا ولا صوتنا نحن. أشكركم جميعا وأنتقل إلى أحمد من صبراتة وعمر من مصراتة. بك أحمد من صبراتة، أهلا بك. أهلا بك أحمد، أين أنت يا أحمد؟ إذا كنت تسمعني. إذن فقدنا الاتصال بأحمد من صبراتة، ننتقل إلى مصراتة ومعنا عمر من هناك. أهلا بك عمر. عمر فقدنا الاتصال بعمر أيضا من مصراتة وكذلك أحمد من صبراتة، ننتقل إلى مدينة أوباري ومعي محمد من هناك. أهلا بك محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد لو تتحرك قليلا بمكان فيه تغطية قليلا حتى نستمع إليك. تمام. تفضل محمد، نتحدث عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما هو تعليقك حول هذا الموضوع؟ المواد الغذائية معاش نلحق عليهم، بكل ربي يفرج على البلاد وخلاص. هذه هي والله ما عادش لحقنا على شيء وش نسمع. طيب من تتهم وراء هذا الموضوع؟ هنالك من قال بأن هذه الأزمة مفتعلة لمآرب سياسية، ما رأيك أنت في ذلك؟ لا، هي مصرف ليبيا مركزي واعتمادات التجارة في مصر، ما اللي ما خلوا فيها شيء يا أخوي. طيب هل يعني تتمكن من توفير ربما حتى بعض من المتطلبات اليومية أم لا تتمكن؟ والله الحاجات الرئيسية ولاحظوا عليهم على المرتب وخلاص، لكن ما عادش لحقنا على حاجات واجد عرفت. إذا أشكرك محمد من مدينة أوباري، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. ومع يونس وميار، ويونس من جبل النفوسة وميار من مدينة ترهونة. بك يونس أولا، أهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. كيف أنت؟ الحمد لله والله بخير ان شاء الله، ان شاء الله غرض البلاد تستقر ولمن يعود للبلاد والحكومه ان شاء الله تشد حالها ويعاوننا مصرف ليبيا على الاقل يوفر السيوله ويوفر. على سيره مصرف ليبيا، على سيره مصرف ليبيا، هنالك من حمل مسؤوليه ارتفاع المواد الغذائيه لمصرف ليبيا المركزي، ماذا أكيد تقول له؟ مصرف ليبيا هو المسؤول، لو انه يوفر العمله الصعبه على الاقل تتوفر في السوق وتنزل وبيساهم طبعا، اكيد التاجر يلقى ما عادش يلقى فرصه، ما عادش يبدا عنده سبله بالدولار اللي زاد، قالها لنا نمشي هو. طيب هنالك ربما جهه لم نتحدث عليها ولم يتحدث عليها الجميع في هذه الحلقه وهي صندوق موازنه الاسعار، ما رايك في عمل هذا؟ انا نفسها هذه بنكلمك عليها. لو انا تعود الجمعيات وتعود صندوق موازنه الاسعار وتوفر السلع التموينيه زي ما كانت قبل، على الاقل يبدا المواطن له نص المشكله وصل، نوفر الدقيق والطماطم والزيت بدل ياخذ حكة الزيت ب 4 دينار والطماطم مش عارف قداش والدقيق ب 40 وبال 60 تبدا نص،
خلق الله وكويس. نعم. قعدت الكماليات يزيد يتحمل اللي ما عندهاش فلوس، الله غالب، مواطن بسيط نعم. يعيش زي الناس. نعم. نقول ربي فرج على البلاد وربي بحول الله تعالى نسأل الله الفرج القريب. شكرا لك يا يونس من جبل نفوسة. إلى مدينة ترهونة ومعي ميار من هناك. أهلا بك ميار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميار لو تقفي بمكان فيه تغطية تحركي قليلا. حياك الله. نعتذر منك ميار من ترهونة، لا وضوح في الصوت وذلك بسبب رداءة التغطية لديك. على كل حال مشاهدينا، هذا اليوم وصلنا إلى ختام حلقتنا. نقول لك ميار اتصلي بنا غدا بحول الله تعالى في نفس الموعد. اليوم يعني أجمع الجميع على أن هذه أزمة تؤرقهم وتعتبر معضلة أمامهم، وهنالك من حمل المسؤولية إلى الجدران، وهنالك من حمل المسؤولية إلى مجلس النواب، وهنالك من حمل المسؤولية إلى المؤتمر الوطني العام ومصرف ليبيا المركزي، وهنالك من حمل المسؤولية إلى المجلس الرئاسي المقترح وأيضا مصرف ليبيا المركزي. وكل من اتصل بنا وكل من تحدث معنا يتهم مصرف ليبيا المركزي ويتهم التجار ضعفاء الأنفس الذين أخذوا الاعتمادات المستندية وخفضوا السعر ليوم واحد فقط في بداية شهر رمضان، ومن بعد ارتفعت الأسعار وبات المواطن يعاني أشد المعاناة من هذا الموضوع. والآن إلى سؤال الأسبوع الذي سنطرحه عليكم في هذه الشاشة، وسؤالنا يقول: هل تحمل أعضاء المجلس الرئاسي المقترح مسؤولية مجزرة قنفوذة التي وقعت في مدينة بنغازي في اليومين الماضيين؟ تستطيعون التصويت عبر موقع القناة الرسمي النبأ.تي في. مشاهدينا بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي، أنا محمد العجمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشاركة في برنامج رأي عام باستطاعتكم التواصل عبر الوسائط الآتية: facebook.com/رأي عام، تويتر opinion show، سكايب a.opinion، أو على الإيميل opinion@annaba.tv. كما يمكنكم المشاركة هاتفيا عبر الأرقام التالية: 021-362-0302، 021-362-0303، 021-362-0304، 021-362-0305.